اهلا بيكم في الشارع الابيض. دلوقتي خلونا كده نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن ما هي مكاسب الزمالك من الفوز بالقمه وكيف يبني عليها جماز من وجهه نظرك. خلونا نروح نشوف ارائنا على اراء جماهيرنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند عبد الحفيظ السبعاوي. صباح الخير عليك. بيقول اهم المكاسب رجوع الثقه للفريق، وبقى في انسجام بين اللاعبين والمدير الفني، وظهور بعض اللاعبين بمستوى عالي، واهم شيء بقى في روح عاليه واصرار على الفوز، ودي بدايه جديده وعوده للانتصارات والاستمرار في المنافسه على كل البطولات الافريقيه والمحليه، والقادم افضل ان شاء الله زملكاوي لاخر العمر. كرولوس ممدوح، المكسب الاول الثقه الكبيره اللي اخذها اللعيبه بعد الفوز، وتاني مكسب اكتشاف لعيبه ظهرت بمستوى عالي في الملعب، والفريق مش بيقف على لاعب بعينه، بالعكس كانوا بيلعبوا تيم جماعي على كوره مفيش انانيه. صابر محمود، صباح الخير عليك. بيقول اهم مكاسب لقاء القمه هو عوده الروح والثقه للاعبين والاصرار على الفوز، وانا شايف ان جوميز يقدر يبني على الفوز بالقمه انه يثبت التشكيل والاستفاده من لاعب متعبه بعد المستوى والاداء العالي اللي ظهر بيه في لقاء القمه، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في كل البطولات لاسعاد جماهير نادي الزمالك العظيمه والوفيه. وتحياتي لحضرتك يا استاذه نادين، بشكرك جدا. شكرا. عبد الله زيدان، اكبر المكاسب هي اللعب الجماعي وشكل الفريق والروح بين اللاعبين واصرارهم على المكسب. صلاح ابو شاهين، اكبر اكتسابات الزمالك هي اللاعب الاوغندي، عوده سيف الدين لافضل حالاته، محمد شحاته، كل ذلك بقياده شخصيه جوميز القويه التي لا تخشى احد. بشكركم كلكم على ارائكم دي على السوشيال ميديا.